اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من سنجاري. واحنا النهارده مع رجوع المدارس بقى عندنا مشكله جامده جدا مع الاطفال، هناكلهم ايه؟ كل يوم بنفكر ايه السندوتشات اللي ممكن نديها لهم معاهم في المدرسه عشان تبقى اكل مفيد وصحي بالنسبه لهم، ونكون ضامنين كمان كل حاجه في المكونات بتاعه الاكل بتاع اطفالنا. انا طبعا بقترح عليكم ان احنا ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات كتيره قوي للمدارس. انا هبتدي باول وصفه، هنعمل اصابع السمك. اصابع السمك بتاعتنا سهله جدا، ممكن تعمل تتبليها من بالليل والصبح قبل ما يروح المدرسه وهو بيشرب اللبن بتاعه، ممكن جدا تحمريها وتحطها له في اللانش بوكس بتاعه الصغير، تعملها له سندوتشات. ان شاء الله هنشوف مع بعض المقادير. معانا نص كيلو سمك فيليه بنقطعه كده بالظبط، السمك بتاعنا بيبقى كده، ونوع السمك الفيليه اي نوع، هنقطعه شرايح، هنقطعه اشكال لو تحبي انت، ممكن جدا في اشكال زي مثلا شكل الدبدوبه، شكل عربيه، ممكن جدا تقطعي السمك بالقطعه دي، بتتقطع وبيبقى شكلها حلو عشان نحبب الاطفال في الوجبات بتاعتنا. طيب معانا ايه تاني؟ معانا النهارده عايزاها تبقى وجبه متكامله، حطيت فيها دقيق بصمات، وعندنا كورن فليكس مطحون، ومعايا معلقه نشا صغيره عشان يدي القرمشه اللي هم بيحبوها، وكمان معانا طبعا دقيق وبيض. طيب احنا هنبتدي مع بعض الوصفه. اول حاجه هعملها عايزه اتبل السمك بتاعي. خلينا نتبل السمك الاول. هتبل السمك بايه؟ هحط عندنا ملح وكمون، نتبل بقى كده بشويه ملح. مش كتير طبعا، احنا مش عايزين نحط لهم ملح كتير، بس احنا عايزين يبقى ليه طعم هم يحبوه. هنحط شويه كمون، وبرده بيني وبينك يعني انا عايزه اعمل لك حاجه تبقى سهله ما يبقاش فيها شغل كتير، لان احنا كلنا عارفين في المدارس بيبقى عندنا حاجات كتيره قوي نعملها، والواحد بيبقى صاحي من النوم الصبح يعني مش عايزين نتكلم. انا معايا دلوقتي توم باودر وبصل باودر وبهارات السمك، هحط منهم على البقسماط وعلى الدقيق وكمان على تتبيله السمك. سهله اهي، نفس المعلقه اللي هنحطها هنقسمها عشان تدي تيست للاكل. احنا كده كده هنقلب الكورن فليكس مع البقسماط. ده توم باودر، بصل باودر، وبهارات السمك اللي على بعض كده اسهل لنا، وهنحط برضو على السمك. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنجيب بقى حاجة نقلب بيها كده، عايزين نقلب السمك بتاعنا كده في التتبيلة دي. هحط له بس شوية ليمون، مش عايزة احط زيت. ليه بقى؟ مع ان انا في كل تتبيلات السمك بحط شوية زيت عشان يمتص التتبيلة بتاعتنا، لكن لما بتحطي زيت وانت هتعمليه بانيه بيفصل، يخلي الدقيق ما يمسكش في السمك كويس. حط شوية ليمون. الليمون اولا بيشيل الزفاره، ثانيا زي ما اتفقنا اي حاجه فيها فيتامين سي بتساعد على امتصاص الفيتامين الموجود في السمك، يبقى الاستفاده منه يعني قيمتها الغذائيه بتبقى كويسه، وكمان بتخلي الجسم يستفيد من كل الفيتامين اللي في السمك. كمان نصيحه، يا ريت الصبح قبل ما ابنك ينزل تديله معلقه عسل اسود عليها نقطه ليمون من غير ما يشوف الليمون، لو قدرتي تديها له دي بتبقى زي مضاد حيوي كده طول فترات البرد، كويسه جدا جدا تخلي مناعته عاليه ضد البرد يعني. طب قلبنا السمك بتاعنا اهو خلاص. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقلب الكورن فليكس على البقسماط. بجيب طبق كده كبير نحطه فيه، المقدارين بتوع البقسماط والكورن فليكس قد بعض. يبقى انا دلوقتي هديهم وجبه غذائيه متكامله فيها كل حاجه. هحط معلقه صغيره نشا، ممكن احطها مع الدقيق، معلقه صغيره بس علشان تدي القرمشه اللي احنا بناكل بيها اصابع السمك بره. هنحط الطبق كده بالدقيق والبقسماط، وطبق للدقيق عشان نعرف، ونفتح على الزيت يسخن. هحط كده اهو، حطيت الدقيق بالنشا بالبهارات اللي انا حطيتها،
نحاول دايما يعني نقتصد في كل شيء، بلاش نحط كل الكميه واحنا بنتبل عشان ما تبص كلها وممكن نرجعها تاني ونحتفظ بيها نعمل بيها وصفات تانيه. طيب انا هحط بس على السمك دي بتدي فرق حلو قوي في الطعم معلقه مستردة. تخلي طعم السمك تحفه يعني، ان شاء الله تعجبك. نقلبها بس على قد ما نقدر عشان كل المقدار بتاعنا، احنا مش عامله كتير، انا بوريكي بس الطريقه اللي ازاي تبقى سهله معاكي وتقدري تعمليها وتنفذيها في البيت عادي جدا. هنكسر بضايه واحده، اكسر بضايه واحده بس كده تمام. وهنجيب الشوكه ثانيه، هعمل كده. بصي بقى كمان عشان تبقى القيمة الغذائية كمان عالية، هنضيف لبن على البيض كده. طيب احنا هنعمله ازاي؟ هنعمله بالطريقة اللي احنا متعودين عليها دايما في طريقة البانيه. اي بانيه في الدنيا عبارة عن ايه؟ دقيق بيض ولبن وبعدين بقسماط، يعني الموضوع سهل. بس انا هضيف حاجه واحده صغيره على الدقيق، معلقه بابريكا، بتخلي طعمها حلو جدا وبتخلي شكل السمك واحنا محمرينه لونه كده جميل قوي. هنشيل بقى كل الحاجات دي اللي احنا مش محتاجينها اللي جنبنا برضو. طيب احنا كده عملنا كل حاجه والزيت بتاعنا سخن، هنبدا خطوه خطوه. اول حاجه هناخد السمك في الدقيق، بحاول بس عشان انا بصراحه موضوع جلافز ده بالنسبه لي صعب، بس كمان صعب قوي التعامل مع السمك. هحاول من غير ما اوعدك. ودايما وانت بتعملي اي حاجه في الدقيق حاولي برضو تتخلصي من، يعني ما توسخيش ايدك الاثنين زي كده، ايد نظيفه وايد لا. وتخلصي الكميه الدقيق، يعني مش عايزه يبقى برضو دقيق كتير، احنا بنعمل عمليه البانيه فعشان كده عايزين نخلص من كميه الدقيق الزيت. الزيت بتاعنا لسه بيسخن وكل ما كان سخن كل ما كان افضل. تمام جدا، نحط كده الدقيق، خلاص قربنا نخلص الكميه كلها. ونشيل بقى عشان نعمل اخر خطوه اللي هي سهله جدا، صدقيني انت ممكن تعملي الخطوات دي بالليل اول ما الولاد يناموا، تكوني السمك عندك جاهز قطعيه وتتبليه وتحطيه في الرف اللي فوق، تصحي الصبح تحمريه، ممكن جدا تحمريه برضو سوري تقليه والصبح بس تسخنيه شويه صغيرين، مع اني افضل ان اكل الاطفال ما يدخلش الميكرويف. يا ريت نحاول على قد ما نقدر اطفالنا نخلي بالنا من صحتهم. في ناس دايما بتقول، مرجع عشان صوتي يطلع، دايما بتقول لما بقولها على حاجه معلومه او يا ستي ما احنا طول عمرنا عايشين كده والعيال خدت على كده. يا جماعه ماشي، احنا كان في زمن مختلف، وخصوصا الواحد لو عنده المعلومه ليه ما يستفدش بيها؟ لو حاجه هتفيد ولادنا لازم نخلي بالنا منها وخصوصا صحتهم، دي اهم حاجه. هحط في البيض واللبن، هرجع احطها كده في البقسماط اهو مع بعض، سهله وبسيطه، سهله وقريبه. انا كل المكونات اللي حطاها بسبب، يعني مفيش مكون حطاه اللي انا قصدي ان هو الطفل يستفيد بيه. حاولي بقى تتكي كويس قوي على السمك عشان البقسماط يتمسك فيه كويس. الخطوه دي لما بتعمليها بتحطيها في الثلاجه بيبقى يعني بيبقى احسن جدا، لان هو المفروض انت بتتبليه وتحطيه نص ساعه لساعه في الثلاجه وبعد كده تقليه. بس انا طبعا ما عنديش الوقت ده وعايزه اوريكي هيبقى شكله ازاي، فعشان كده مش هينفع. مبسوطه قوي ان انا نجحت في ان انا ما اوسخش ايدي وما استخدمش الجلافز، حاجتين في حاجه كده.
طعم الكورن فليكس بقى في اصابع السمك دي بتبقى حلوه جدا. طيب هننزل بقى واحده واحده كده ونبعد. انا عايزه اتاكد ان البقسماط مسك كويس في السمكين. هنطلعها بسرعة جدا لأن الزيت واضح ان هو سخن. نزلت احمرت وقتي. تمام انا بقى كده عايزه اوطي الزيت شويه اخليه يبرد معايا شويه على ما اخلص الكميه، مش عايزاه يبقى السخونيه دي، انا عايزاه سخن بس مش الدرجه دي. ليه؟ عشان انا عايزه ادي برده فرصه للسمك يستوي. هو السمك الفيليه كده كده ما بياخدش سوا، بس انا مش عايزه الزيت يوصل لهذه المرحله السريعه. فاحنا اول ما نغير نخلص الكميه هيكون هو هدي شويه، بعدين نحط السمك يتحمر، مش هياخد وقت برضه. يبقى النهارده معانا الوجبه دي ممكن تحطي معاها ايه؟ ممكن تحط لهم معاهم بقى شويه جزر، تحطي خيار، يعني عايزاكي برضو ايه تحطي لازم خضار. يا جماعه عادات الاكل والله حاجات ملهاش دعوه بيحب وبيكره. طفل دايما، كل طفل في بيت هتلاقيه يحب ويكره اللي مامته وباباه بياكلوه، ولو عنده اخوات اكبر منه بيطلع يقلدهم. يعني الطفل في اي بيئه بيقلد البيئه اللي هو طالع منها. يعني احنا في ايدينا ان احنا نخليهم يحبوا كل الاكل الصحي ونبعدهم عن بقى الحاجات اللي مستحيه. طيب هو الزيت بتاعنا كده خلاص هدي شويه. تمام، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بقى كل كميه السمك بتاعتنا الجميله دي. شفنا الطريقه قد ايه سهله وجميله. نزلت كل كميه السمك تحمر، وانا لسه مكمله معاكم وصفاتنا لاكل ولادنا في المدارس. خليكي معايا.